والله تلاقيت مع دي روتريتي، واحد روتريتي في كوميسار دو بوليس، كيقول لكم القراقيرو، كيقول لكم البوليس ديالكم مخير في البوليس ديالكم، جيبو ما يقدروش على البوليس ديال المغرب لا في سيركيلاسيون ولا في التنظيم ولا في النظام. والوضعيه ديالو قال لك ما تقدروش تعيشوا العيشه ديالو، مبرع مبرع ماشي مبردع ومدبع. ايوا قول لي يا دابا شتي مراكش؟ واش شتي مراكش ولا شتيش مراكش؟ 18000 دابا واصله 18000، 18000 واحد اللي حاضر من الشخصيات الكبرى ديال العالم، عالم المال. ها البنك الدولي بيان سير، الاف ام اي والبنك مونديال، يلا وريني تقدر 14000، كانت 14000 تا ولات 18000 بريزون، 18000 حاضر، 18 واحد 18000 واحد اللي حاضره، 18000 بريزون كاينين في مراكش. مراكش يا مراكش اللي قال لك مملكه الطوب، قول مملكه الطوب، طوب دي طوب، كاين المغرب. وعرفتي شنو جمع القجع ولا؟ جمع لا بونك مونديال وصندوق النقد الدولي، عرفتي شنو هي ولا؟ ايوا ودار لهم ماتش، وداهم لستاد دو مراكش، لستاد دو مراكش، ها؟ لو كرون ستاد، لو مانيفيك ستاد دو مراكش، ها؟ والمدير ديال البنك لبس التوني، وكاع لبسوا التوني، المايو، باللوغو ديال المغرب، باللوغو ديال ليكيب ناسيونال ماروكان، هادو هما اللي خصنا نكلونيوهم، هاد الشخصيات. المغرب وليدي وليدي المغرب، قال لك نديرو، قال لك نديرو طوفان للصحراء، من الطوفان مقبرة الغفران، هكذاك من الطوفان مقبرة الغفران. والله لا عشتي دو سكوند مع المغرب، والله بغيتي تجرب جرب، بغيتي تجرب قرب. المغرب العالم كله يحترمه، العالم كله يبغيه، سبحان الله العظيم، معزة ديال الله ما يعطيها لك حتى واحد. سمعت المعزة ديال الله ديال المغاربة بالنقاوة ديالهم، ها، والمعاملة ديالهم والمعقول ديالهم والعمل ديالهم والصفة ديالهم، سي نورمال العمل العالم كاع يبغيهم، وكيما تلقاوش الحجة أحق يبغيوهم بحيت اليهود بحيت كذا، ما عندكمش لي زيكسكوز، ها الماسونية والمانونية الهضرة الخاوية، ها اللي مغي اللي هو عنده السياسة الرشيدة، وانتم كرهتوا يكون عندكم مالك، ها ما يمكنش يكون عندكم مالك، ما كانش عندكم دولة أصلا، كاع دولة ما كانتش كاينة، ما عمر كانت كاينة دولة جزائرية ولا رئيس جزائري، تا وليتو تزوروا التاريخ لقيتوا السيبا، لقيتوا الإعلام المغربي ميك عليكم، وزارة الثقافة ميك عليكم، وزارة التعليم ميك عليكم، يا وليتو تقولوا الجزائر الموحدين هما الجزائر، المرابطين هما الجزائر، هما الجزائر، أبقى لكم غير المارينيين والسعديين و وكل شيء رديتوه جزائري، العالم كله ولا جزائري، وكاع داكشي الخماج اللي عندكم كتلوحوه للمغرب، ها وليتو كتسميو قرية زيري بن عطية، قرية طارق بن زياد، قرية خالد بن الوليد، قرية خالد بن الوليد بعدا راه حنا بارئين ماشي ديالنا، ها قرية بن بطوطة، ها ايوا نتوما هما المرابطين، لعنة الله على الشفارة، كتشفروا التاريخ. العمل ديال القراقيرو شنو هو؟ هو يشكوا المغاربة بشوية بشوية في الرموز ديالهم، في الملوك ديالهم، في التاريخ ديالهم، في الهوية ديالهم. هادشي كنقولوا لوزارة التعليم، وراني درت لقاء صحفي وغادي يبان الجورنال نهار الأربعاء، لو ميركودي قراو الصباح، راه داكشي مفصل، ورسالة موجهة إلى وزير التعليم، وزير الثقافة والاتصال والإعلام، هادو خصهم
يوجدوا لنا واحد لا جينيراسيون اللي كتامن بالتاريخ المغرب وتراث المغرب وما نتصدموش بعد التصرفات لانهم كيجهلوا التاريخ والمواقف ديال المغرب عبر التاريخ ومع من تعامل المغرب عبر التاريخ. داكوغ، الى اللقاء، وديما مغرب.